مين الطائفي. اللهم صل على محمد. هذه الفعالية فرصة ان احنا نلتقي فيكم، خاصة اهل ديرتي. يعني احنا نطلع برا الديرة ونسوي محاضرات ونسوي كل شيء، الا الديرة الوحيدة انا اللي ما لقيت فيها لا محاضرة. مثل دي في المسجد، دي في المسجد صح، من تقريبا 5 7 سنوات. المهم شباب، السالفة ما فيها، السالفة ما فيها ان احنا هذه مجرد توعية، توعية لنا احنا كنا مثقفين وعندنا تلفونات وما تقصر في اي شيء، لكن في بعض المعلومات التلفون ما يقدر ينقلها الينا. على سبيل المثال التلفون هذا، في ناس واجد تسوي رياضة تخلي التلفون هني، أو تخلي التلفون هني، أو تخلي التلفون في وين؟ في الجيب، أو تخلي التلفون في اليد. هذا من أصعب وأخطر الحالات اللي يمر عليها الإنسان إذا كان هو اسمه رياضي، أو إذا كان هو غير رياضي، أو إذا كان هو شنو؟ خاوي. التلفون يحمل شحنات كهرومغناطيسية، يحمل شحنات كهربائية، يحمل شحنات يعني من جميع الأشياء اللي شنو المرسلة أو الراسلة، وفي نفس الوقت المستقبلة. هذه يعني إحنا جربناها، مو إحنا جربناها، طحنا في صبيان 2 أو 3 لدرجة عالجناهم مدة سنتين وإحنا نعالج فيهم. بعد العلاج السنتين الحمد لله تعافوا، وحين توهم كانوا بعدين من الصفر، مع العلم انهم شنو كانوا؟ لاعبين، مو هواة، لا لاعب. فبعد السنتين مشوا الحين بالصفر. في بعض الاحيان او بعض الاخوان يقول لي ان احس الام واجد في الصدر من جهه اليمين، وفي بعض الاخوان يقول احس اي الام في جهه الرجل اليمين او اليسار. وايش سببه؟ السبب اللي هو الترددات مال التلفون. زين، ترددات التلفون شو يسوي؟ على مر الزمان طبعا هاي اللاعبين مو يوم واحد، لا، جت اليه الاصابه من 5 سنوات، تراكمت عليه، تراكمت لين ما شنو شلت؟ شلت العضل. بعد ما شلت العضل شلت العصب. بعد ما شلت العصب حس ان الدم ما يتدفق على قولتهم بطلاقه بحريه. فاحنا من منطلقنا اللي هو اليوم نحذر ان اي واحد يبغي يلعب رياضه لا يحمل التلفون، يخلي التلفون في البيت. زين كابتن، انا ابغي اعرف اللي هو شكل ما تقول سعرات حراريه ما ادري شنو. في ساعات ذكيه، الساعه الذكيه اللي هي ساعه اللي هي هواوي، ساعه السامسونج، ساعه الاشياء هذه اللي هو اير جيرمان، هذه اوكي خذها وتقيسي لك كل شيء وارجع البيت قرب التلفون. هذه واحده. الشيء الثاني والاخطر، لا تاكل او تتعشى وتنام. واحد يقول لي لا انا عادي متعود سنين ان انا اتعشى وانام. لا تتعشى وتنام. احنا ابوتنا الله يرحم اللي راحوا والله يطول في عمر الموجودين يتعشون بالضبط بعد اذان المغرب. الله اكبر. ام علي، ام حسين، ام احمد، حط العشاء. تحط العشاء متى ينام؟ بعد ساعتين، ساعه ونص، تشوفه رايح غرفته ونايم. هذه اللي هي الطريقه الصحيحه. بس للاسف احنا نقول هالايام لا ابوتنا من اذان المغرب يتعشون دجاج. لا، هي الطريقة الصحيحة، هي الطريقة الأنسب، هي الطريقة اللي هو ما يقول المفروض نتبعها. هذه النقطتين بس، ما بطول أزيد في واجد أساس من نطلع اللي هو مسافة اللي هو كيلو ونص إلى كيلوين. وإن شاء الله هالنقطتين تحاولون، التلفون وشنو والتغذية، حاولوا حافظوا عليه. أسألكم يلا برشو برا، لا برا متصور.